أهلا بكم مشاهدين الكرام في حلقة جديدة من برنامج بوضوح. كشف هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة منشآت أن عدد العلامات التجارية في منصة الامتياز التجاري بلغ 340 علامة تجارية، كما بلغ عدد الاتفاقيات من خلال المنصة 179 اتفاقية امتياز في قطاع الأغذية والمطاعم والتجزئة والخدمات. وذكرت منشآت أن أبرز الخدمات التي قدمتها خدمة منصة الامتياز التجاري وتطوير العلامات وتقييم العلامات، مشيرة إلى أنه لا يوجد لدي تصور عن حجم هذه الاتفاقية لكونها تتم بين العلامة المانحة وأصحاب الامتياز خارج المنصة. وبحسب منشآت فإن المبادرة تسهم في جعل الامتياز التجاري محركا رئيسا لأعمال المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورافدا اقتصاديا للمملكة، إضافة إلى توفير وإيجاد عدد من الفرص الوظيفية. حقيقة هذا الامتياز التجاري والله العظيم حاجة جميلة جدا جدا، وله نظام لأن يحكم طبعا. وزارة التجارة ما قصرت، أصدرت نظام لما يعرف بالفرنشايز أو الامتياز التجاري. طيب شو هو الامتياز التجاري على السريع كده؟ هو طويل لكن خليني أختصر لكم. هو يجي واحد مانح الامتياز يكون عنده خبرة طويلة، سلسلة من المطاعم، سلسلة من المعارض إلى آخره والبزنس، ها، لواحد يسموه صاحب الامتياز. هذا صاحب الامتياز تو مبتدئ ما عنده خبرة، فأقول لك يا أخي أنا بدل ما أدخل في مخاطرة وأبدأ بزنس، لا يا أخي روح أعتمد على واحد ما شاء الله تبارك الله عنده خبرة وعنده باع طويل في الكلام ده. فيقوم هذا اللي هو مانح الامتياز يعطي هذا صاحب الامتياز مقابل طبعا اتفاقيات معينة ومقابل يعني عمولات وكوميشن على ما يقولوا من الإيرادات اتفقوا هم فيما بينهم اللي هو. بعد كده طبعا ايش مستفيد ده صاحب الامتياز؟ صاحب الامتياز زي ما قلت لك بيسند على واحد خبير، وذاك ايش بيستفيد؟ ذاك بتوسع طبعا جغرافيا وكذا، على ما اقول على حساب الاخرين ولا مؤاخذة، ذاك على حساب المستثمرين اللي هم توهم يعني ما يبغوا ياخذوا مخاطر. فهذا قلل من مخاطره وهذا توزع، هذا يتوسع، اذا زي ما يقولوا الخواجات والاجانب وين وين، هذا مكسب وهذا كسب في نفس الوضع. طبعا الامتياز هذا مهم جدا للاعمال المبتدئه والناشئه ولرواد الاعمال المبتدئين، زي ما قلنا بدل ما اخذ مخاطره واخذ مشاكل وادخل في سوق ماني عارفه، لا اعتمد على واحد يعرفه. فهذا هو باختصار اسمه الفرنشايز. اعتقد هذا حيكون رافد وداعم كما قلنا في تقريرنا للاقتصاد الوطني من جهه، ولكن ايضا لرواد ورائدته، وايضا مهم من ذلك وذاك لخلق الوظائف، هذا مهم جدا، ها، لانه حيخلق وظائف طبعا. وبالتالي إن شاء الله نصل إلى طموح الرؤية بإذن الله تعالى بأن يكون نسبة البطالة في المملكة 7% بإذن الله بحلول 2030، بل تكون أفضل من ذلك بوضوح القاقي.